يا جماعه في خبر ربما يعني جذب انظار كل المتابعين لعلوم الفلك والفضاء في العالم، واكد صحه النظريه اللي بتقول ان ممكن الانسان يعيش خارج كوكب الارض. وكانت ناسا اكتشفت كوكب بيبعد 137 سنه ضوئيه في المنطقه الصالحه للسكن. الكوكب ده مرشح بشكل كبير للحياه عليه، عنده عدد كبير من الدلالات انه ممكن يعيش الإنسان عليه. بيعتبر الكوكب ده أكبر من كوكب الأرض بمقدار مرة ونص، وبيدور حول نجم صغير يمكن أن ينبعث منه درجة حرارة مناسبة علشان يكون هناك تكوين ماء سائل على سطح هذا الكوكب. طالما في مية يبقى في مظاهر للحياة الإنسانية على ظهر هذا الكوكب. طيب خلينا نعرف ده من وجهة نظر العلماء معناه ايه بقى، يعني تفاصيل اكتر معنا الدكتور خالد يوسف، وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، معنا دلوقتي عبر الزوم. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير على حضراتكم وعلى مصر كلها، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. طيب كوكب تم اكتشافه مؤخرا، احنا كده عندنا كام كوكب تقريبا، وبنتكلم السنة الضوئية دي اختلافها قد ايه مقارنة بالسنة الميلادية؟ بص حضرتك، هو طبعا خلينا نبدا الاول بمفهوم يعني ايه كوكب، او عندنا كام كوكب. عندنا كواكب كثيره، ولكن الكواكب عاده بتكون موجوده حوالين نجوم او موجوده في مجرات. طبعا المجرات بتبعد، احنا المجره اللي بنعيش فيها او كوكب اللي احنا بن 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 بنعيش عليه اللي هو الارض، هو الكوكب ده موجود حوالين نجم اسمه الشمس. فبالتالي حضرتك النهارده ده بيشكل مجموعه كواكب احنا عارفينها بتدور حوالين الشمس، وعندنا الشمس دي هي تعتبر بمجموعتها نجم ضمن مليارات النجوم اللي موجوده في الكون. سنه ضوئيه هي السنه اللي بيقضيها الضوء في السفر من نقطه الاشعاع لغايه لما تصل الى نقطه الابصار او نقطه النهايه يعني. فإحنا لو عندنا كوكب بيبعد عن الأرض سنة ضوئية، معناها أن الضوء مشي في الكون لمدة سنة عشان يصل إلى الأرض. الكون الضوء اللي حضرتك لما بتنور اللمبة بتشوفيه فورا، ده من بعد المسافة بيصعب أن احنا نقيسه بالمسافات أو بالأنظمة المترية أو الأنظمة الطبيعية اللي هي المترك يعني الكيلومتر، بنقيسه بزمن وصول الضوء إلى إلينا. طب ده بيساوي قد إيه من السنة الميلادية؟ يعني أقدر أقول مثلا خلاص هو لو بقاله قلنا 3 4 سنين أو سنة ضوئية، ده معناه كام سنة ميلادية؟ بص حضرتك، الضوء بيمشي في الكون بتاعه 300 مليون أو 3 × 10^8 300 مليون متر في الثانية. فإحنا بن 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 بنقدر نقول إن الضوء بيمشي 300 مليون متر في الثانية عشان يصل إلى النقطة بتاعتها. فلما نيجي نحسب ده ما بنقيسوش كده، بنقيسه بمدة أصل حضرتك بتقيس السنة الميلادية إزاي؟ بتقيس السنة الميلادية عن طريق دوران الكوكب حوالين النجم بتاعه حوالين الشمس. فإحنا لما بنيجي نبص على حركة الضوء في الكون، فده معناه انه احنا بعيدين قد ايه بالكيلومترات، فاحنا بنقيسه بالكيلومترات وليس بمده السنه الميلاديه اللي هي الزمن يعني. صحيح. فالكيلومترات اللي هي 300 مليون كيلو اللي قضاها الضوء في رحلته يعني في الثانيه الواحده. طيب دكتور خالد، يعني نعود مره اخرى لهذا الكوكب المثير للجدل. يعني اولا ما هي ملامح الحياه عليه؟ هل هو يعني الثالث في الترتيب من حيث وجوده بجوار النجم اللي بيشع منه الضوء؟ ملامح الحياة عليه عاملة ازاي؟ ليه العلماء قالوا ان هو ممكن ان احنا نعيش عليه؟ خلينا الاول نميز ما بين هل في امكانية للعيش للحياة على كوكب اخر، وفي فكرة ان احنا او ليه احنا بندرس فكرة الكواكب المحتمل استضافتها للحياة او استضافتها، والحياة انا مش فقط حياة البشر، هي الحياة بصفة عامة. فالاستضافه هنا معناها ان الكوكب عليه من الامكانيات الفيزيائيه اللي بتمكن من الحياه. يعني ايه امكانيات فيزيائيه؟ يعني انا عشان اعيش على كوكب الارض انا محتاج جاذبيه، محتاج درجه حراره مناسبه، محتاج درجه رطوبه مناسبه، محتاج نسبه ضوء مناسبه غير ضاره، ففي غلاف حوالين الارض بيهيئ الحياه حوالين الارض. ف
فلما نيجي حضرتك تبصي على الـ 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 لما نيجي نبص على الارض، انا بعيش في درجه حراره وبعيش في اجواء تناسب الحياه على الارض، يضاف الى ذلك كمان وجود عناصر الحياه الطبيعيه للكائنات الحيه اللي هي المياه والاكسجين. فالميه عشان تتواجد على الارض في درجه ما تخليهاش تتبخر او تغلي او درجه ما تخليهاش تتجمد وبالتالي ما يقدرش الانسان يعيش عليها، فلازم الحراره والغلاف الجوي بيلعب دور هنا، ويبقى في ميه عذبه وميه مالحه. طيب الكلام ويبقى ده في ميه يعني صالحه لل الكلام ده بقى تطبيقه ايه على هذا الكوكب؟ احنا كل ده بنتكلم من اطار نظري، خلينا نطبق هذا الكلام عملي. اللي اكتشفته ناسا ايه يا دكتور؟ الكوكب اللي اكتشفته ناسا بيدور حوالين نجم قزم، يعني نجم صغير، يمكن اقرب من الارض للنجم ده بواحد على 15 من قرب الارض من نجم الشمس، معنى كده هو قريب جدا من النجم اللي بيدور حوله. ولكن الكوكب ده لا يزال النواه بتاعته سائله، معنى كده انه بيتيح نسبه جاذبيه قريبه من جاذبيه او شقه قريبه من الجاذبيه اللي ممكن تستضيفها الارض او موجوده حوالين الارض. الكوكب ده حجمه او نسبه الكتله بتاعته تقريبا مره وثلاثه من عشره من كتله الارض، فده معناه انه هو قريب جدا من كتله الارض. عليه غلاف جوي محتمل يكون بيسمح، وطبعا لسه الدراسه شغاله، ولكن بيسمح او احتمال يسمح بنفس الظروف اللي بيسمح بيها كوكب الارض. خليني اقول لحضرتك برضو نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا، اللي هي الغلاف اللي حول كوكب الارض ده، ده اهم او من اهم العناصر اللي بتتيح او بتخلينا نقول بتنيبل يعني الحياه على الارض، لان الغلاف ده اللي ربنا حب بيه الارض ده بيخلي اولا بيفلتر اشعه الشمس الضاره صحيح عن دخولها لسطح الارض، هو اللي بيحافظ على الحراره. لو حضرتك خرجت في الفضاء هتلاقي ظلمه، لما تنزل على جوه الغلاف هتلاقي ضوء او نور، رغم ان حضرتك ممكن تكون مواجه للشمس. طب الظلمه دي جايه منين والنور ده جاي منين؟ جه من انه الغلاف بيعمل تراب او بيحجز الضوء جوه الغلاف فينور المحيط الكره الارضيه اللي هو مواجه للشمس بشكل هوموجينيس وبشكل متناسق ومتجانس، وبيدي اللون بتاع السماء اللي حضرتك بتشوفه اللي هو اللون الازرق. لما هتخرج حضرتك بره الغلاف ما بتشوفش اللون الازرق، بتشوف الداركنس او بتشوف ظلام، وبتشوف قرص الشمس ظاهر قدام حضرتك. فده معناه انه الغلاف الجوي ده عنصر مهم جدا عشان يبيح الحياه على الارض. اضافه الى ذلك، انت حضرتك ما بيزلكيش اشعه شمس زي الهارم او الهارمفول كوسميك ريز اللي هي الاكس راي والجاما ريز، ما بتنزلش بنسب كبيره اللي ما بتوصلش الارض. احنا كنا نسمع دايما على الاوزون لير، الاوزون لير دي موجوده فين؟ في الغلاف او طبقات الغلاف العلويه اللي هي بتقدر تحافظ على ذلك. احنا بنقول دايما لما بدا الجرين هاوس افكت او التاثير الضار بالبيئه عمل ايه؟ هو لعب في متغيرات هذا الغلاف فما سمحش بيه او سمح بيه بعض التغيرات المناخيه اللي احنا بنشوفها النهارده على الارض. في يعني قرينا انه الكوكب ده مداره اكثر احكاما من كوكب الارض، دلالة ده ايه بالظبط؟ وده يعني معناه ايه؟ بص حضرتك، هو كلمة أكثر إحكاما هي كلمة يعني مش بالدقة الكافية، لأن هو طبعا الكوكب قريب جدا من الـ من الـ 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 رغم أن هو كتلته تساوي كتلة الأرض، إلا أنه قريب جدا من النجم اللي بيدور حوله. ده معناه من وجهة نظر الفيزياء أنه أولا الكوكب هيمشي في مدارات حوالين كوكبه وقت أقصر، فده معناه أن الحياة بتكون يعني بتكون الدوران نفسه حوالين الكوكب بتاعه وقت اقل، بياخد 15 يوم مثلا. قطره او نصف قطر دايره الاوربت بتاعه او الدوران بتاعه بتكون قريبه جدا من سطح الكوكب القزم اللي هو النجم القزم اللي بيدور حوله. رغم ده ورغم قربه ده الا ان حرارته لا زالت هي حراره في الشكل او في الرينج اللي هو بيسمح بيه الحياه عليه، يعني الحرارات اللي بتقبلها او بتقبلها الحياه على سطح الارض، لانه النجم نفسه اللي هو بيدور حوله نجم قزم او نجم صغير مش زي نجم الشمس. الجرافيتي او النقطه مهمه جدا ان حضرتك عشان تعيش على الارض لازم يبقى في جاذبيه موجوده. الجاذبيه دي بتتراوح، لما تطلع حضرتك على القمر تلاقي الجاذبيه دي قلت قوي،
لما بتنزلي على الارض تلاقي الجاذبيه مختلفه وليها قياس، ليها حساب. فالجاذبيه دي بتختلف من، عشان حضرتك تعيشي كشخص او كبشر على الكوكب لازم تتمتعي بجاذبيه معينه عشان تقدري تحافظي على حاجات كتيره جدا، من ضمنها شكل التفاعلات اللي بتحصل، البيولوجيه والكيمياء اللي بتحصل جوه البشر والنباتات وغيره. لذلك احنا لما نيجي نعمل بعض التجارب النهارده في محطات الفضاء الدوليه بنعمل تجارب تحت التاثير ما يسمى بالمايكرو جرافيتي او اللا جرافيتي، اللي هي النو جرافيتي، اللي هو معناه انه مفيش هل بيحصل اثار ايجابيه او سلبيه نتيجه عدم وجود جاذبيه؟ والاجابه ايوه، لانه احنا جربنا هذا الكلام في محطات الفضائيه خارج نطاق الجاذبيه. فبالتالي عنصر الجاذبيه النهارده بتخلي نسبه الاحكام اللي موجوده على الكوكب اكثر حوكمه، اكثر احكاما، بتخلي حركه الدوران بوجوده في الاوربت بتاعه او المدار بتاعه دي بتدي احكام. فكلمه احكام مش بالدقه الكافيه ان هي ايه توصف صحيح. الموضوع، ولكن باختصار هو ده صحيح. بس في نقطه مهمه جدا لازم ننوه عليها، انه مش صحيح. بالضروره انه لما طيب. تكتشف شركه بتكتشف وكاله زي ناسا هذا الكوكب، أيه. وده طبعا بالتعاون مع بعض المعاهد الاوروبيه، ده مش معناه ان الانسان هيرحل ويعيش على هذا الكوكب. لسه ده في عدد كبير من الاشياء اللي لسه قيد البحث منها بطبيعه الحال، زي ما حضرتك قلت الجاذبيه، المياه العذبه، المياه المالحه، التربه الصالحه للزراعه، اشياء كتير جدا. ولكن بشكل مبدئي 137 سنة ضوئية هي المسافة اللي بتفصلنا عن هذا الكوكب اللي اكتشفته ناسا وقالت أنه صالح للإنسان أن يعيش عليه بشكل مبدئي. شكرا دكتور خالد يوسف، وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف.